الجدعة تيجي قبل العيال. ايه التاريخ ده يا عبقرين الزفت؟ يا معلمة ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلمة يا كتعة يا معلمة؟ اتأخرت ليه يا؟ وانا جاي محاضرة. ايه اللي اتأخرت؟ انت بترد عليا؟ بس ايه ده انت وانا اسد هتقعدي تعملي لي كده؟ ولا يا معلمة؟ فين ايراد البودرة يا؟ بودرة ايه ما انت خدتيها يا معلمة؟ انت بتنسي؟ اه صح. طب بص خد كيس البودرة ده، عارف هتعمل بيه ايه؟ ايه كريمة لباني؟ ما انا مش عارف. افلاق حاضر. ما انا عارفة اروح اوزعه على الزباين عشان يشموا المدمنين بقى. تمام ماشي يا معلمة. فين بليا ولوزة؟ بليا ولوزة هنا يا معلمة. بليا يا لوزة، يا بليا يا لوزة، هم هم معلمة. بستكي 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 ناو شوكولاتة جيرسي واكلة الجو. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. ايه ده انا نسيت البس الباروكة. ازيك يا معلمة؟ يعني ايه المشكلة في الباروكة وده ما فيهوش مشكلة؟ معلش هو الشكل مقرف اصلا. ايه ده ايه ده؟ فنكمل على اساس ان بنت. يلا يا لوزة يا لوزة، ايه ظهر ده؟ خذ حط له البودرة دي في وشه. ايه ده؟ ممكن ايه بقى اي كلام؟ ازيك يا معلمة؟ بقول لك ايه يا بليا؟ ايه؟ خدي كيس البودرة ده. لا انا حلوة طبيعي ما بحطش بودرة. ما تضايقونيش. يا معلمة كتعة يا معلمة كتعة، أنا عايزة كيس بودي، عايزة كيس بودي، عايزة كيس بودي. تعملي بيه إيه؟ عندي تسيخات والله مسيخة يا ولية. البنت دي تبقى معاكي وأنت بتوزعي كيس البودرة ده. حاضر حاضر. عشان ما تضايقش. حاضر يا أبلة كتعة. سلام يا كتعة. بس تعالي نشحت هنا، عارفة ليه؟ ليه؟ عشان من هنا بتعدي ماما كريمة نفسي أسلم عليها. إيه ده ماما كريمة اللي بتطلع في التلفزيون؟ أيوة. إيه ده ماما كريمة جاية بالعيبية أهي. أهلا يا ماما كيمة عربية. ركزي عربية. ايه ده؟ دي راكبة عربية ولا نعامة دي؟ ماما كريمة ماما كريمة. ايه ده؟ إيه؟ انت يا متخلفة. هو اللي راكبة عربيات هوا تدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا مش حاسبي يا بت وانا ماشية يا بت. وانت كده ماشية؟ ده ايه القرف ده؟ انا بحبك يا ماما كريمة. ايه ده؟ اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي لو ما اديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبع الكلبة. ايه ده يا بت انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بت مغنية. اه غنينا حتة كده. اغني لك حتة طرب؟ ايوة. ليل نهاري ايه رأيك؟ برافو يا بت. انا هكتشفك بجد. انا هوديك لعمرو دياب يكتشفك يا بت. دي عبيطة اقتنعت بصوتي. عمرو دياب بيحب المواهب الجديدة. ماما كريمة انا موهبة شابة جديدة. شيخ راسي انت ملناش دعوة بيكي، مالكيش لازمة في الفيلم أصلا. انت جاية كده مع صاحبتك تيشا. ايه يا وليه في ايه؟ تيشا انت تيشا. انا البطلة. ده شكل بطلة، ده الفيلم هيسقط من اوله. خلاص يا بنت ما تكلميش في الفيلم ما يخلص. ماشي خلاص خلاص. يلا يلا انت الحلوة الأمورة اللي جاية كده مع البطلة. ماشي يلا وديني. آه وديني لعمو عمرو. يلا نروح لعمرو يا بنت. يلا نروح لعمرو. يلا يا عم عامي يا عم عامي. خبطي خبطي على الباب. ماما كريمة وحشتيني يا سفلة. وحشتيني يا عم. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ مش بتسأل عليا ليه الجيم واخدك مننا ليه؟ معلش بس بعمل الفورمة وراجعلك. طب ايه يا عمري في ايه؟ ايه الاشكال اللي انت جايباها هنا الاستوديو دي؟ ما تركزش في الاشكال، ركز معانا جايلك بنفسي. في ايه وليه مالك؟ ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ مش قدام الاطفال. انا متروشة ولابسة حلو وجاية. هو انت كده متروشة؟ ده انا مرضيتش اعمل ميك اب عشان ما تتزولش فيا. اسكت. مين دول؟ ايه الاشكال دي؟ دي بيليا ودي اللي جاية كده معاها. مين بيليا دي مالها يعني؟ دي يا عمرو موهبة. بجد؟ سكرة موهبة والله العظيم. صوتها ايه؟ تعالي يا بنت انت هنا تعالي. متأكدين ده عمرو دياب ولا علي الكسار ده؟ يعني هي دي مديحة كامل؟ ما هو ده سعيد الهوى قدامي. طب ايه ده بقى بدل ما اديك اتنين امبالي في الشكمان ورا طيارة؟ خلاص؟
ايه دي كده على نفسك ايه دي انت بطلي سفاهه دي انت مالكيش دعوه اصلا المفروض ما تتكلميش خالص في الفيلم انا جايبينك إيه عشان صاحبتنا بس يا مام بس ايه ده يا مام إيه؟ ايه حرف العين ده ابنك عبد الله لا دي عين عضلات ودي به بنجات حضرتك متسارح حته تانية في جسمك احترمي نفسك ترمي نفسك يا قلة الادب انت لسه طفله صغيره خلاص يا عم عمرو ايه بتعرفي تتنقلي تغني اه بيقولوا طب سمعي لي حاجه اسمعك حاجه قديم ولا جديد اي حاجه بتحبيها حاجه لحضرتك ما تخلصي انا طفله المفروض تعملي طفله ايه ردي على طول خلصي يدو ايه الباب حلو صوتك حلو عم عمي موهبه شابه هي هي والله العظيم ساعه الفوياء ما تلومش حد على اللي باع بس ليها لازمه في الفيلم دي دي كلبه ولا ليها لازمه في بس خلاص خد من بودره خد انت العود ده وروح العبه في الاستوديو اول ما اقعد ماما كريمه شويه تعال يا لوزه تعالي ناخد العود ده ونطلع نلعب بيه بره يلا 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 يا ماما كريمه مالك في ايه يا عمري مالك انت اللي مالك يا عمري ده ايه ده بقى ده ايه يا عمري ده ايه ده جايلك وفي ايه غطي القرف ده ده انا ما بعملش كده عشان حد والله يا عم انت بس اللي بعمل معاه الحركات دي والله انت بحبك يا عمرو بتحبيني ايه انا عمرو دياب يا ماما يا عمرو داير داير على البت الصغيره عجبك قوي الصغيره عجباني ايه يا هبله كبيره حلوه غطي القرف ده جري ورا الطفله وسايب العنتيم انا حبيبي ايه انا حبيت الزلطه وحبيت الصخره نفسي احب الهضبه احترمي نفسك يا سفله ما نشوف البنت الصغيره ايه ده دي سرقت العود بتاعه وجريت البنت الصغيره ايه دي ثلاث حراميه ما انا جايبها من اشاره وانا جايبها منين يعني ايه يعني مش جايبها لك يعني من مدرسه جايبها لك من اشاره ماليش دعوه انا عايز دلوقتي تيجي دلوقتي حالا بيليا عندي فكره يا عم ايه بس انت بس خليك معايا انا كده ايه خليك معايا ابعدي خليك معانا هنفعك اكتر من البيت عايزه ايه انا احلى منها ما تركزش معاها دي سمره شبه احترمي نفسك انا عايز البت تيجي دلوقتي بص يا عم عندي فكره جهنميه ايه هي انا بعمل برنامج اسمه ماما كريمه بتعشقه والبت الصغيره دي بتعشقه موت تمام هجيبك في الفيلم تطلع تغني اغنيه تشرح فيها ها تقول عودي يا بيليا فاهم تشرح فيها بحيث انها تفهم وترجع تمام عارف الفيلم عارف الفيلم اقعد اقعد الله يخرب بيتك اتفضلي ده البرنامج انا بس عايزك تركز معايا ترمي نفسك احنا على الهوا يلا قبل قطعه تخلينا التلفزيون نتفرج على برنامج ماما كريم ماشي يلا 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 ودلوقتي معانا ومعاكم في برنامج ماما كريمه الموهبه الجديده عمرو دياب ايه؟ موهبه ده عبيطه موهبه جديده ايه امال انت ايه الفنان العظيم عمرو دياب الجميل اللي النهارده هيبدع معانا في الحلقه وهيغني لنا اغنيه تعودي يا بيليا عشان بيليا تفهم وترجع ايه ده هتكش فينا اسكتي خلاص يلا يا عم كان يا مكان بنتي مفيش كده اوحش منها بنتي مفيش كده اوحش منها راحت عند امنا الغوله غصبنا عنها راحت بليا زي الهبله للجزار والام الغوله بتاكلها ليل ونهار عودي يا بليا يلا يا بليا عودي يا سفله يلا يا زفته عودي يا جزمه يلا يا كلبه يا بنت خلاص فرح امك هو خلاص ما فهمنا مش فاهمه عم عمي عمال يقول يلا عودي يا بيل يلا نروح يلا نروح له ازيك يا عم عم ساعه عمال اقول عودي يا بيل عودي يا بيل انا عايز العود بتاعي ايه ده طلع عارفني مصلحه ده طلع مش عايزنا عود له عايز العود ايه ده مبروك على ادي يا عم عمي هو ده اللي انت عامل عليه ايوه يلا كان يا مكان وارجع تاني واقول لك قول
ايه؟ يعملوا العامله ويجي يقولوا ما عملناهاش. شفت الليلال يا بيت؟ انت هتضرب يلا غوري تنيلي. طب هلبس دي عشان الجو تلج موت. اهدي يا ماما كريمه. يلا ادوق يا كده. ايه ده؟ خد يا عم. ايه؟ خلص يخلص. ايه؟ اخلص انت يا ماما كريمه. لا لا. افتكر انت يا ماما كريمه. انت ايه بتزعقي فينا وانت الغلطانه؟ عايزين ايه؟ الكلام عندك انت اقسم بالله. فلابن اللي قلعتني مالكو خلاص. خلاص. يا عم بس افتكر. انا حاسة ان البنت دي بنتي. بجد؟ لا يا رب. ساعة بتفتكري؟ حاسة انها تطلع بنتي والله. يا رب ما طلعت بنتها دي. ماشيها بطال دي. يا رب. يا رب اطلع بنتها. انا بموت في السفالة. بس بس يا بنت الدويه، انتوا متربين عند مين؟ عند الابله كتعه. من وانتوا صغيرين؟ اه احنا لسه صغيرين. اه صح. اه خلاص يبقى نروح لماما الكتعه وهي اللي هتقول لنا مين فيهم بنتك. يلا يا عم احترمي نفسك. يلا بينا. يلا 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 يا عم. يلا يلا يا ولدي. وارجع تاني واقول لك ايه. قول يا كتعه. شمندي. اه شمندك. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حاجه؟ فين الايراد بتاع النهارده؟ لا يا روحي مالكش عندي ايراد. ماليش عندك ايراد ازاي؟ زي السكر في الشاي يا قلبي، انت مجنون؟ يا بنت اللمضه اللي هبطت عليكي فجاه دي. اه مالكش عندي ايراد الا بحاجه واحده بس. ايه؟ تتجوزني. ايه القرف ده؟ طب كلمني فهمني. كلمني كلم كلم كلمني فهمني. فاهم فاهم فهمني. وحط امك بلاش الحاجات دي عشان بخاف. دور على ميتك تسخن. ميتي اللي تسخن؟ لا انت فاكراني كده عادي. لا انت اللي جبتي لنفسك يا قطعه. تمام ولا مش تمام؟ يبقى غير لها حجاره يا حبيبي. خدي بسلكي بيها اسنانك. كنت عامل حسابها كاتعة. يا نهار اسود الكاتعة اتقتلت. تعالى بسرعة. اتقتلت صح؟ اتقتلت باين. سمعت صوت ضرب النار؟ سمعت وسميت الريحة كمان. اتقتلت صح؟ اه مقتولة بقى. ايه ده لسه فيها الروح ايه؟ بقولك انت فيك الروح لسه؟ هي ترد عليك. سيلي هنا. بص اعملي حاجة حلوة قبل ما تموتي. قوليلي الفستان ده لما جابولك البت مخطوفة كانت انهي كلبة فيهم لابساه؟ مش هتطلع بنتي دي ولا دي؟ تمام انطقي انطقي. انت هترجعي في وشي القرف ده. شاوري. انا مش عايزك تتكلمي طالما في حاجة في الحنجرة. مش مهم. شاوريلي بس. قوليلي دي ولا دي. ايوة. ها ايه 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 ده؟ ايه ده؟ لا فوق مش عايزك تموت. هتقتليها. ما تموتيش دلوقتي. ما تموتيش. شاوري شاوري يا بنت. ها ايه نازله الجيزه ولا ايه؟ راح الجيزه. انهي واحده فيهم؟ عمرو دياب هو اللي بنتي؟ ممكن. ماما ماما ايه ده؟ امال احنا اولاد مين في القصه دي؟ احنا شكلنا اولاد مدحت شلبي. وحشني يا عمرو يا بنتي. والله يا عمرو يا بنتي. وانت كمان يا مامي. ربنا انا كنت اغلط معاك. الحمد لله ربنا سترها. غنينا حاجه حلوه بقى بمناسبه المناسبه دي. شوقنا اكتر. شوقنا شوقنا اكتر. شوقنا شوقنا هي تفكر بحر الشوق نحن عليها. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ المعلم جايبين نسوان عندنا في الوكر ولا ايه؟ اوعى يا دمي. اوعى اتفرجني. ايه السيكان دي؟
اتنين خلة. انت مين اولايا؟ انا ما بكشفش على رجالة. يعني ما بتكشيش من فوق وكشفة تحت. انت مين اولايا؟ رد عليا. انا مش انا. انت مين بدل ما اخشلك جوه الخيمة؟ هو ده اللي بتعلموهم الشحاتة؟ والله كنا بنعلمهم بس هم اللي فاشلين. انتوا بتعلموهم العبط يا. واضح ان انتوا مش نافعين معانا في الشحاتة. انا اقول لكم حاجة، البيت ده بما ان احنا مش عارفين نهده. ها؟ ايوه. انت مش مركز ولا ايه؟ مركز بالمصحف. البيت ده بما اننا مش عارفين نهده أيوة. يبقى نحوله للوكاندا. لوكاندا ازاي؟ ايوه لوكاندا يا عم. معناش فلوس. اتصرفوا. طب ايه، نستلف من اي حد من اصحابنا؟ اوكي ماشي. لا تستلفوا ايه؟ هتستلفوا من اي حد هيجي يشارككم ان هو في اللوكاندا؟ ما ينفعش. محكه جلدك الا محكه. ما حدش هيهرش لك يا. انت اهرش بنفسك لنفسك يا. عشان كده من نفسكم مع الرجاله بتوعنا نوضب البيت وننظفه ونظبطه. ها؟ ويبقى لوكاندا كسر الدنيا. موافقين؟ موافقين يا معلم. يلا بينا. يلا معلم. لبن وتمر هندي، ملح رطب ويوسف فندي، الكل بيهرفض كلام، والحل لو عاوزينه عندي. أيوة سمك لبن وتمر هندي، هوب 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 هوب، ملح رطب ويوسف فندي، يوسف فندي، الكل بيهرفض كلام. يتغيروا اللي عاوز يغير يغير بنفسه، ما يستناش حد تاني يساعد. انا بقول لكم اهو قطر قطر اضحك للدنيا.
نور رجالة الله ينور تسلم ايديكوا ايوه هو كده الفل الف الف شكر كده بقت لوكاندا زي الفل ايوه يا معلم مش فاضل غير ان احنا نجيب شويه زباين دولك تجيبهم ازاي محدش يسمع اللوكاندا دي اطلع هذا محطه القطر زي الفيلم بتاع لوكاندا المندرة لوكاندا المندرة ها وامسك جرس واقعد نادي وهالزباين يعني اخطفوا من المحطه على هنا اتصرف انا عايز الفندق ده يشغي زباين ماشي يا معلم ثواني ويشغي وانتوا كل واحد فيكم هيشتغل شغلانه عندنا اهو في اللوكاندا تشتغل ايه انا هقف على الريسبشن انا تقف فين على الريسبشن على الريسبشن ايوه دي حاجه معروفه اول فندق على طول يعني انت عارف الريسبشن الريسبشن ده عارفك أيوة. طبعا خلاص روح اقف عنده انا على الريسبشن حلو وانت هذا تشتغل ايه انا عامل كلاب الحراسه اللي في الفندق كلاب الحراسة للطمع ده بكفاية كلب واحد يا خلاص اعمل كلب الحراسة اللي في الفندق شمشم اي حد داخل الفندق وعض يا حاضر يا معلم وانت تعمل ايه انا هربي الكلب ده لا شغلانة سهلة عندك شغلانة تانية بتفهم في ايه انا بفهم في حسابات حلو يبقى انت هتمسك الحسابات بتاعت الفندق يا ماشي يا معلم يلا اتكل على كل واحد يروح مكان وانت تشتغل يا بات انا هشتغل بتاع مشاز بتاعت ايه؟ مشاز مشاز ازاي؟ اجيب الزبون قدامي وارميه كده وافضل اقرص وايه واقرص وايه انت شغال عند فطاطري كده يا بنت الزبون اللي هتلفيه فوق بفرد له جسم لا انت لو هتفردي جسم وتسيبي جسمه مفروك كده ومش بايدك كلها بصبع واحد ماشي يا معلم عايزين نفطس الزباين ماشي انت تؤمر يا معلم وانت هذا الشغل ايه؟ انا بقى ابقى مسؤول عن كل الاطفال اللي هتيجي الفندق برضك اطفال انت بتفهم في الشغل بتفهم طبعا اي زبون يجي معاه اطفال انت تقعد تلعب الاطفال على ما الزبون يقعد في الاوضه اقعد العب مع العيال الصغيره جدع يا وانت انا هقف بصفاره على البسين اي عيل يفوت غلطه فوت اجيبه على طول هتشتغل اسمها غطاس بسين اطفال حاضر يا معلم غطاس بسين اطفال اي عيل صغير يغرق تقوم واخده من رجليه وخبطه على وشه ها بس ده مش وش انت اكيد كنت عايل وضربت وفاه يلا اتكل على الله حاضر يا معلم حلو كده كل واحد عرف شغلته انت تشتغل ايه حسابات حسابات وانت تشتغل ايه الريسبشن وانت اطفال وين بسين حسابات ريسبشن اطفال بسين ماشي خلاص عارفين انا عايز المحق عايز الفندق يشغل ماشي يا معلم يا جماعه يا جماعه خطفت زبون من على المحطه دخلوا دخلوا يلا اتفضل يا معلم السلام عليكم ازيكم جميعا السلام عليكم ايه ده انت حاطط فيها منديل دي ولا ايه فاضيه ايه رايك في الفندق هو ده هيلتون رمسيس هو ده هيلتون وانا رمسيس بس يا رب تلاقي اوضه فاضيه للدرجات دي المكان ده مزدحم يعني لا والله للدرجات انا كذاب بس ما تاخدش بالك ما تاخدش بالك يا ريكس شمه يا ريكس اثبت ريحته وحشه قوي ايه ده ده قال لي ريحته وحشه لا لا قال ايه ده كلب ما بيتكلمش كلب ريحته وحشه قوي والله قال ريحته وحشه قوي ده صوت ضميرك انت حاسس ريحتك معفنه ضميرك بيقولك استحمى بس ايه يا استاذ اللي انت ما تجيش تقرفنا خش بس على الريسبشن خش يلا وانا اروح اجيب زبون تاني ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله عامل ايه اسم حضرتك معاك رامي ريسبشن اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازيك حضرتك انا كنت عايز اتفضل اقعد انا هفضل باصص لك كده ولا تفضل واقف لي يا استاذ انا اتفضل يا فندم اقعد ايه يعني احنا ما تتفضل تقعد ونتكلم ايه ما توقف ليش كده ايه يا فندم ما يسعدش ان انت تكلمني وانت واقف خلاص ما انا قعدت اهو اتفضل يا فندم حضرتك انا كنت عايز اعمل تشيك ان ايه عايز اعمل تشيك ان بانيه ولا كريسبي بانيه ولا عايز اعمل تشيك ان ايوه ما انا سمعتها ايوه تشيك ايوه بانيه ولا كريسبي لا تشيك ان عادي لا ايوه
ايه اللي لا هي؟ ايوه بانيه يعني ولا كريسبي يعني؟ ما انا بسالك. وانا لا بانيه ولا كريسبي، عايز اعمل تشيك ان. ماشي، ما انا عارف تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي. فراخ؟ عايز فراخ؟ فراخ ايه؟ عايز عايزه ماجتس. عايزه ماجتس يعني؟ ماجتس ايه؟ انت نجيب بصمات مطحون ونقلب الفرخه فيه. قلب يا جماعه، انا عايز حد بيفهم. يا عايز حد بيفهم. حضرتك شكلك غريب بقى. انا عايز غريب. انت كنت انت اللي مش عارف انجلش، وانا اللي مش عارف اتكلم. انت مش عارف انجلش، انت مش عارف انت بتقول ايه. عايز اعمل تشيك. كنت ايه؟ كنت لغه تانية؟ كنت لغه تانية في الثانويه؟ كنت الماني ولا فرنش؟ الماني ولا فرنش؟ امال ايه؟ مش عارف انجلش ليه يا حبيبي؟ انا بقول لحضرتك ليه يا حبيبي مش عارف انجلش؟ انا مش عارف انجلش. تشيكن مش عارف انجلش ليه؟ انا اللي مش عارف. زباين ايه اللي مش عارف انجلش دي؟ احنا يا فندق. انا عايز حد فندق انترناشونال. فندق انترناشونال. فندق يا حبيبي لازم تبقى جاي عارف انجلش كويس. انت يا عم انت بتقول ايه؟ راجل غريب جدا لا عارف انجلش ولا عارف هو بيقول ايه. ما يقولش ايه؟ انت بتفهمش في الريسبشن حاجه. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ انت بتفهم في الريسبشن؟ انا بفهم في الريسبشن. طب تعال انا امسك مكانك. طب انت بتفهم في الحسابات؟ طبعا. طب تعال اقعد. يلا يا ريكس. الراجل ده غريب جدا. مساء الخير. مساء النور. ممكن بطاقه حضرتك عشان نعمل تشيك ان؟ عادي يعني. ايوه عادي يا فندم. بطاقه؟ اتفضل. شكرا. ممكن حضرتك تسيب مبلغ في الحسابات وبعد كده نشوف هنعمل ايه. مفيش مشاكل ان شاء الله. مفيش مشاكل. طب فين الحسابات؟ الحسابات؟ أيوة. عند الكلب يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ معاك خالد حسابات. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. تمام؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. حضرتك انا. طب اتفضل اقعد يا ابني. وانا ايه يا ابني؟ في ايه؟ عادي يا ابني. انا مش لسه معلمك الاصول هناك؟ انت منين يا ابني؟ من انهي منطقه ما فيهاش اصول انت؟ انا مش لسه معلمك. اتفضل تقعد لما تتكلم مع بني ادمين. ادينا قعدنا. اتفضل اقعد. قعدت دلوقتي. قالوا لي اسيب فلوس في الحسابات. سيبها يا حبيبي. سيبها ما تقلقش. ما هو انا هسيبها كام بقى؟ سيبها. ايوه ما انا هسيبها كام؟ 2 مليون جنيه. نعم. ما انا والله سايب الكلب عليه يا جماعه. بيقول لي 2 مليون جنيه. ما انا قلت حاجه غريبه. مش فلوس دي ولا انا قلت حاجه غريبه؟ 2 مليون جنيه في اوضه ليه؟ ليه ايه؟ الله بس صار. ثانيه واحده انت عايز ايه؟ انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بقول له 2 مليون جنيه. معترض ليه؟ 2 مليون جنيه ليه؟ عشان نفتح النهارده ونكسب ونقفل في نفس اليوم. هو يوم واحد الفندق ما يطولش. احنا فاتحين عربيه فول. يلا يا ابني يلا يلا. انت مش فاهم. يلا ريكس. خليك انت كده ولا انت فاهم حاجه. يمسك انت الاطفال مكاني وانا همسك الحسابات. يا جماعه الراجل ده راجل غريب قوي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. احنا اسفين والله. احنا اسفين. عايز اعمل دلوقتي. عايز ادفع فلوس. تمام. حضرتك هتسيب لنا حاجه تحت الحساب والباقي فوق الحساب ان شاء الله. مفيش مشاكل. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل حضرتك. عايز اعمل حمام. عايز حمام؟ أوه. احنا فندق 5 نجوم يا فندم. ثانيه واحده حضرتك. ثانيه واحده. يلا هنعمل بيبي فين؟ هنعمل بيبي في البوتي. ايه يا استاذ؟ يلا هوبا نطي في البوتي. هوبا نطي كلبه. يلا نطي في البوتي. نطي فين يا استاذ؟ نطي هوبا نطي. انا هعمل حمام في دي؟ ما انا بعمل في دي عادي. لا انت تعمل. انا ماليش علاقه. انا دلوقتي كان معايا اطفال. عايز اجيب لهم بس تذكرتين لو في ملاهي او حاجه. في كل حاجه هنا حضرتك. حضرتك مسؤول الاطفال هناك عند مسؤول الاطفال. عند الكلب. السلام عليكم. يا ابني الثعالب. بلاو ناو. السلام عليكم. يا ابني كتر السلام ايه اللي معرفه؟ ده احنا معرفه خير يعني. مش عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت اسم حضرتك ايه؟ انا معاك سعيد ملاهي. عرفني؟ المهم حضرتك انا كنت عايز. اقعد يا ابني. ما تقعد يا حبيبي. هو انت في حاجه يا ابني في دماغك؟ ما تتفضل تقعد يا ابني. انت واقف ليه يا ابني؟ ليه تقعد نفسك؟ تعال تديني كف على كف. هو انا شغال عندك؟ يا ما سمح الله ما قلناش كده. بس يعني حضرتك جست غريب قوي. انت جست غريب. انا
اه والله. المهم عايز تذكرتين. ايوه للتوتال. وانا مكتوب على قرطي التذاكر يعني ولا مكتوب على شايف واقف بكشك يعني؟ هم قالوا لي اجي عندك. لابس دوبي انا؟ لابس دوبي واقف بفرق تذاكر؟ والله هم قالوا لي اجي عندك. لا انت مش انت ما انتش فاهم حاجه. انا انت حضرتك ما انتش تفهم اي حاجه. انت لو بتفهم حاجه ما كنتش عملت الحاجات دي. لكن انت ما انتش عارف حاجه. انا انت في حاجه في مخك. لا لا عقلك ده مستحيل يكون فيه مخ. والله انا لازم امشي يا اخوان. مستحيل عقلك ده يبقى فيه مخ. مخك لو فيه عقل مستحيل. ايه ده؟ ايه جوه فيه ايه؟ حلبسه؟ كم مره تيجي اقول لك اقعد وانت اهو؟ كم مره؟ كتير حضرتك. انا ابوك يا ابني. انا ابوك. عايز تذكرتين. معناش يا عم تذاكر واحنا بتوع تذاكر. هو بيكلمني كده ليه يا استاذ؟ بكلمك ازاي؟ هو بيكلمني كده ليه؟ هو ده الكمساري بتاعكم؟ ماله ده؟ معلش اسفين اسفين. خلاص يا متعدد الاسامي انت. خلاص خلاص فيها تطفش الزبون يا عم. راجل غريب يا عم مش فاهم. عايز معلش خلاص. انت بتفهم في الملاهي؟ تعال انا هفهم في الملاهي وانت اقف على الزفت البسين. تعال يلا ريكس يلا. هتلف وهتجيني. معلش معلش. هو طيب والله هو طيب. معلش ما زعلتش منه. عايز ايه؟ انا طيب. عايز تذكرتين الزفت للملاهي. طب يا فندم هنجد لحضرتك تذكرتين زفت ملاهي، وفي اوبشن كمان اضافي هننزل ولاد حضرتك البسين الصبح. ايه ده؟ في بسين هنا؟ اه والله في بسين يا فندم، وفي مسؤول مخصوص للبسين. فين حضرتك شايف الكلب؟ ايوه هو الكلب اللي جنبه. السلام عليكم. راو راو راو. خلاص يا ريكس سيبه. سيبه يا ريكس سيبه. اروح؟ اه قلت له اروح. السلام عليكم. قلت له هيلف وهيجيني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. اتعرف بحضرتك؟ معاك عطيه مجلات. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخرب بيتك يا اخي. انت هتجيب العفه ما بقاش عارف بيبيع ايه. هتجيب العفه حرام عليك. حضرتك مسؤول البسين هنا؟ ايوه. طيب انا كنت عايز انزل. ايه عايز ايه؟ عايز الطفل. طب ما تقعد يا ابني. واد يا ابني يا انا عايز افهم بيكلمني ليه وهو واقف؟ ما احنا بنقعد ما بيحصلش حاجه. انا بقعد عشان اريحك. عشان اريحك اهو. حضرتك مسؤول البسين يا ابني. والله انا بريحك. انا عاوز ايه؟ اتفضل. يعني انت مسؤول البسين؟ ايوه انا مسؤول البسين. طيب دلوقتي انا ابني هيجي. ايوه عايز انزل البسين. من كام لكام؟ من 6 ل 9. ايه فتره الكلب؟ يعني انا هنزل ابني مع الكلب؟ ما هو انت براحتك يعني. ما خليش الكلب يلعب عشان انت يعني تتبسط. لا 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 لازم امشي من ايه ده؟ ايه ده؟ حرام عليك. اسفين ما صدقني ايه الماشيه اللي انت. ابوك لواء ولا ايه؟ ايه الأمة دي؟ انت ابوك لواء؟ انتوا اتجننتوا. بس فجاه يا عم بكبرياء قوي كده. في ايه يا ده؟ انا خلي الكلب ولا كاتش 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 ولا كاتش كادر في القالولو. كاتش كادر في القالولو. كم عدتنا؟ زباين عرة. زباين عرة. ده انت العرة. وام وماشي. يا عم يا عم وقت شغلتك تطفش الزباين ده. احنا ما صدقنا جبنا زبون يا. ده الناس مش عارفة تشتغل حاجة. ان شاء هم اللي مش عارفين. ده انت عمال تلف على الاوتيل كله يا معلم. يا ايه ده؟ انتوا عملتوا ايه في الزبون اللي كان هنا؟ ماشي خلع بنطلونه في الشارع وعمال يقول لا مش انا يا حبيبي مش انا. طفش لنا الزبون اللي حليتنا. ده دماغه قف. بس انا جبت واحد غيره. جدع يا. واحد ده شكله معلم وابن ناس. طب نديله. اه اتفضل يا باشا. انا اللي هتصرف معاه. السلام عليكم. هروح انا بقى. اهلا وسهلا سعاده الباشا. سيادتك ده اللوكان ده اللي هتقعد فيها، ونتمنى لكم مقامه سعيده ان شاء الله. ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل لي اكن زبون. انا مش زبون. مال حضرتك مين؟ اكبر مستثمر في الشرق الاوسط. انا اللي هخلي مصر كلها تتكلم عن المكان ده. ازاي ازاي ايه؟
مصر كلها تتكلم عن المكان ده، مش ده فندق؟ ايوه فندق. السياح هيجوا هنا ولا مش هيجوا؟ هيجوا ان شاء الله السياح. يبقى عشان لما يجوا في ايه؟ في ايه؟ انت لابس الحزام يدفي الركبه ولا ايه؟ اكبر مستثمر ايه والحزام؟ ما هو لازم اكبر مستثمر يلبس اكبر حزام. انت جاي تظبطه على المصر؟ السياح هيجوا المكان ده ولا مش هيجوا المكان ده؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى لازم نسمع الكلام. حاضر. هنقول ايه بقى؟ السياح لما يجوا لازم نشربهم حمص الشام، ناكلهم ذره، نركبهم جمال. في جمال هنا؟ في جمال. مش في جمال اب؟ انا جمل. انا جمل اب. وري البيت. اهو جمل اهو. والله حلو ده. في حيوانات تانية هنا ولا مفيش؟ عندنا كل حاجة. كفاية! يا ده انت أحسن واحد بتعمل حيوانات. عندنا كل حاجة سيادتك تؤمر واحنا عنينا ليك. الأمر لله. احنا أهم حاجة نعمل حفلة كبيرة قوي، والحفلة دي تتصور في التلفزيون وتنزل على النت، والناس كلها تشوفها فتعجب بالمكان فتيجي فنصرف. يعني احنا نعمل حفلة ونذاعها في التلفزيون وعلى الانترنت، الناس يشوف اللوكان ده يقولنا. حلوة الفكرة دي. هو ده بقى اللي هيسوق لنا للفندق. حلو. خلاص يا رجالة نعمل حفلة. احنا عندنا مشكلة واحدة بس. ايه؟ احنا معناش فلوس للحفلة دي. طيب ايه المشكلة يعني؟ ولا يهمكم. ما حكى كلتك اللي خالتك. يعني احنا اهم حاجة انا هدفع من جنيه لمليون جنيه، احنا شحاتين وبنشحت وزي الفل. هصرف زي ما اصرف، بس بعد كده الفندق ده ما يجيب فلوس بالنص. متفقين؟ متفقين. خش على الحفلة. يلا. Oh, yeah.
الناس انا والناس حلوين بيحبوا كل البني ادمين ويمدوا ايدهم للغلبان وبيدعوا له بيقولوا امين وبيدعوا له بيقولوا امين. I'm not afraid.